سير بلاستيكي ديال سميتو، دونك خصو يتفق معاه. وديك الساعه كدير له ستوكاج عندك. هاد البرنامج النموذجي لتدبير القنينات الفارغه ديال المبيدات الفلاحيه هو برنامج كيدخل في نطاق واحد البرنامج شامل ديال تدبير المستدام للمنتجات الفلاحيه والمدخلات الفلاحيه. هذا البرنامج هذا عطينا الانطلاقه ديالو هذه في 21 ولا 25 نوفمبر 2022 في الدار البيضاء. غادي هو مدعوم من طرف جمعيه كروب لايف الدوليه، وغادي تنفذوا جمعيه كروب لايف المغرب ان شاء الله بحول الله بتعاون مع كروب لايف افريقيا والشرق الاوسط، وكذلك بتعاون مع شركاء محليين بحال المكتب الوطني للسلامة الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المكتب المركز الوطني للتسمم، كذلك جمعية ابيفيل، جمعية اغروتيك. هذا البرنامج اللي عنده ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو التقليص من الاعتماد على المبيدات الفلاحية اللي هي مصنفة خطيرة، وكذلك الثاني هو المحور الثاني هو تشجيع الابتكار وتشجيع البحث لإيجاد حلول بديلة لهذه المبيدات اللي هي محظورة أو مصنفة خطيرة، وثالثا كذلك تشجيع الزراعات الجيدة، الممارسات الجيدة للزراعات اللي كتشمل جميع الدورات ديال المبيد، ابتداء من مثلا ما يخص المكافحة المندمجة، مرورا بالاستعمال الجيد والمعقلان ديال المبيدات الفلاحيه، وانتهاءا بهذا الشيء ديال التدبير ديال العبوات الفارغه اللي هو كيخلق مشكل عويص في المغرب. ولذلك وقعنا واحد مذكرة تفاهم مع جمعية أغروتيك إن شاء الله بحول الله باش نعطيو الانطلاقة ديال هذا البرنامج النموذجي لتدبير القنينات الفارغة للمبيدات، ونتمنوا إن شاء الله بحول الله في المستقبل أنه يكون نموذج باش نخلقوا واحد السلسلة ديال تدبير القنينات الفارغة للمبيدات في المغرب إن شاء الله بحول الله. Qui respectent ou qui collectent leurs propres emplois. Merci.